السلام عليكم الاخوه، اليوم معنا فيديو جديد مع هاتف من شركه فيفو. الموديل اللي معنا اليوم فيفو ايغريك 91 سي. هذا الهاتف هذا كيف ما كتشاهدوا معنا، نديروا ليه واحد المراجعه، واحد الريفيو خفيف، نعرفوا الثمن الحقيقي ديالو ديال الجمله والثمن الحقيقي ديالو ديال المحل. جميع المعلومات ان شاء الله غادي نعرفوها في هذا الفيديو. ما عليكم الا متابعه الفيديو الى الاخر. نبداو على بركة الله. التليفون اللي معنا اليوم فهو فيفو ايغريك 91 سي، هاتف اللي كيجي ب 32 جيجا في لا ميموار ديالو و 2 جيجا في لا رام من شركة فيفو. ليكرون ديالو فهو تيجي بواحد ليكرون اللي هي 6.22 انش. الباتري تيجي فيه 4030 ميلي امبير في الباتري ديالو. الهاتف اللي معنا فهو ديال شركه كيف ما كتشاهدوا معنا، تيجي بواحد الديزاين، واحد الشكل رائع، واحد الشكل مقبول. الهاتف فهو كيهز جوج ديال شريحات الاتصال، فيه جوج ديال لي كارت سيم بلس كارت ميموار. نشعلوا الهاتف وتشاهدوا معنا السيستيم ديالو ديال الاندرويد اللي كيجي معاه. اشنو اللي كيجي مع الهاتف في الكارطونه ديالو؟ فالهاتف كيجي معاه شارجور ديالو اوريجينال والكابلي. الشارجور اللي في هذا الهاتف هو شارجور فيويت، تيتشارجا كابلي فيويت، الكابل العادي. والشارجور اوريجينال من شركه فيفو. لي زيكوتور ما تيكونوش في هذا الهاتف، يجي بشارجور فقط والبوشيطه اللي كيعطيو معاه شارجور والبوشيطه. ندوزو الاخوان دابا الثمن ديالو، الثمن الحقيقي ديالو ديال المحل. هاد الهاتف فهو كيتباع في المحل ب 1150 درهم، ب 23000 ريال باش كيتباع في المحل. الثمن الاخوان ديال الجمله هاد الهاتف فهو كيدير 1020 درهم، 20400 الثمن ديالو ديال الجمله. كيف ما كتشاهدوا معنا الهاتف سيستيم اندرويد ديالو هو هذا. كيف ما كتشاهدوا معنا الكونفيغوراسيون ديالو، هنايا كنختاروا لا لونغ، اللغه اللي بغينا ندخلو، فرونسي، عربيه، البلد اللي حنا مقيمين به. اختاروا على سبيل المثال المغرب، تنختاروا هنايا المنطقه المغرب. كندوزو هاد لي زيتاب هادو، كنديروا اوافق. الناس اللي ما عارفينش يردوا بالعربيه ويدوزوا هاد المراحل تخطي باش نقدروا نوصلوا للهاتف. كيف ما كتشاهدوا معنا فهو الهاتف من الفئه المتوسطه من شركه فيفو. الثمن ديالو فهو مناسب 1150 درهم. التليفون كيجي باتري مزيان، ميموار 32 جيجا. هذا ما كان الاخوان كيف ما كتشاهدوا معنا هاد المراحل هادو كندوزوهم باش نقدروا نوصلوا للهاتف. جاري التحميل، هذا هو السيستيم ديالو كيف ما كتشاهدوا معنا. الهاتف مختلف شويه على سامسونج وريدمي، فهو من شركه فيفو، السيستيم ديالو مختلف كيف ما كتشاهدوا معنا. هذا ما كان الاخوان في هذا الفيديو. ما تنساوش الاشتراك في القناه باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا، والى اللقاء فيديو جاي ان شاء الله.